مدرب المنتخب الأردني لكرة الصالات من فترة 2008 إلى 2011، شارك في تصفيات آسيا، صاحب المركز الثالث في البطولة العربية للصالات في 2008 التي أقامت في بورسعيد، ومحاولة، يا سلام! الله! لوهلة استغربت من هذه اللقطة، لكن برافو 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 من اللاعب عايض العجمي الذي قدم لقطة فنية ممتازة. وأيضا هنا الإعادة، لاحظ الإعادة، عايض العجمي سقط في الأرض ومرر الكرة برأسه، جاء اللاعب سامر سميح سدد كرة ممتازة، يا سلام يا سلام. لاحظ الإعادة من جديد، هنا الكرة، يا سلام عليك يا عايض على الذكاء والتسديدة أيضا من سامر الذي لم يتردد وسدد كرة قوية في مرمى علي زمان. ونصف من زمن المباراة، محاولة قادمة وكرة خطيرة وتسديدة راسية، جول جول جول! الهدف الثاني لنادي الفحيل، الهدف الثاني لنادي الفحيل يأتي من جانب اللاعب راضي الحمدان، يسدد كرة برأسه ويتابع الكرة برأسه في مرمى الساحل. هدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. وهنا أيضا مرة أخرى نادي الفحيل.